أخيرا المصري اليوم أيضا تتحدث عن السياحة بشكل أو بآخر، السياحة الروسية من خدمة ترفيهية إلى ورقة سياسية. ده مقال للأستاذ يوسف العومي اللي بيقول فيه من الأخطاء القاتلة اللي وقعت فيها السياحة المصرية خلال العقود الماضية إنها اعتمدت على 3 أو 4 أسواق مصدرة للسياحة فقط، روسيا وبريطانيا إيطاليا وبعض الدول الأخرى. وبتقول إن دول بيمثلوا 80% بيمثلوا 80% من حجم السياحة الوافدة، وبالتالي تحولت الخدمة دي لورقة سياسية بتتلاعب بها احيانا بعض الحكومات في بعض الدول في اوقات الازمات. ولذلك هو يرى انه يجب تغيير الخريطه السياحيه المصريه بحيث يكون لمصر اسواق سياحيه في كل بلاد الدنيا، ولا تزيد نسبه اي سوق فيهم على 10% من حجم السياحه الوافده لمصر.